بكم في ساعة سحر. قبل ما أرحب بضيفي نتابع التقرير. سؤال: شنو هو الشيطان؟ الجواب: الشيطان جنة ونار، أخيار وأشرار، كلهم يعيشون بذيقار. صداع العراق المزمن، محافظة الشيء ونقيضه، النزيهين والمبتزين. وخلونا نبدأ ويا المبتزين، وعلى رأسهم أصحاب الشبكة اللي شكلها المحافظ السابق محمد هادي الغزي، اللي فاز بعضوية مجلس المحافظة بالانتخابات الأخيرة. هذا الرجل استغل منصبه وشكل هو وعمار الركابي شبكة ابتزاز إلكتروني، جندوا بنات ومدونين برواتب خيالية للإطاحة بخصومهم، وعلى رأسهم المحافظ الحالي مرتضى الإبراهيمي. محمد هادي قدر ينهزم وراح دخيل للعاصمة بغداد لحد ما تتلغمت الفضيحة سياسيا. صحيح المحافظ مرتضى الإبراهيمي أصر بأن يأخذ القانون مجراه، بس بالتالي نظامنا السياسي لغمط الأتعس. هنا عندنا سؤال عرضي: إذا ناس يفوزون بانتخابات شعبية وبالتالي يطلعون مبتزين ويتعاملون بطريقة الشوارع، لعد شقد نظامنا السياسي مخترق وفاقد للحصانة؟ شقد إحنا مغلوبين على أمرنا ومبتلين بهاي الطبقة السياسية؟ بس بيننا وبينكم هذا تحصيل حاصل بدليل أنه ذيقار نفسها منجم للقصص اللي ما تشبه تأريخها. شوفوا العركة على رئاسة مجلس المحافظة بين عبد الباقي العمري وعزة الناشئ مثلا. العمري أقيل قانونيا بتصويت مجلس المحافظة، والرجل وراها لجأ لمحكمة القضاء الإداري وحكمت لصالحه ورجعته لمنصبه. زين، على أي أساس رئيس مجلس المحافظة اللي صار بعده يرفض تنفيذ قرار مديرية التنفيذ الناصرية؟ أنتوا أقلتوه بالقانون وهو رجع بالقانون، فليش تلتزمون بالأول وترفضون الثاني؟ ماذا عن المشاريع؟ هنا الواحد يحكي ضميره. نعم أكو مشاريع وأكو شغل وقرارات مهمة انوخذت. مجلس التخطيط والتنمية انعقد بعد إعادة تشكيله وصارت مراجعة للمشاريع. مبلغ خطة إنعاش الأهوار تضاعفت وصار 100 مليار، ومبلغ خطة التخفيف من الفقر صار 10 مليار. ملف الكهرباء جاي يتقدم، بس كون يطلع الحكي صدق مو بوابات فساد، مفاتيحها بتجوب ما حد يندلها بس إبليس. بعد شكو، بعد عندنا التعيينات اللي المحافظ بنفسه جاي يشرف عليها، والمفروض قريبا تنعلن 9577 درجة وظيفية ضمن قانون الموازنة. الحكي هواية، والتسريبات تقول انه الدرجات انباعت من غبشة، الأحزاب فرهدتها مثل ما فرهدت الناصرية والشطرة والرفاعي وغيرها. هل سمعتم مثلا بفضيحة 42 قطعة أرض اللي كشفتها هيئة النزاهة الاتحادية مؤخرا؟ أي حق إبراهيم نبيقور، مديريتي تسجيل العقار الأولى والثانية بذيقار شهدت عملية تزوير خطيرة قام بها 3 موظفين. التزوير أسفر عن تمليك 42 قطعة أرض لأشخاص غير مستحقين بمديرية بلدية الناصرية. القضاء أصدر مذكرات قبض وإحضار بحق الفاسدين، والحبل على الجراء. واللي يسأل هل من مزيد نقول له: غيض من فيض، يعني قليل من كثير. والجو عباتك يا ذيقار بحر من الملفات، والظاهر مجرد مستنقع صغير. والسؤال أولا وأخيرا: شنو هو الشيطان؟ الشيطان تناقض، جنة ونار، أخيار وأشرار. وأهلا بكم في ذيقار. حياكم من جديد، وأرحب بضيفي السيد مرتضى عبود الإبراهيمي محافظ ذيقار. مساء الخير على حضرتك سيد مرتضى، ضيف عزيز. ملفات ذيقار هواية وأزماتها متكررة، شبه يوميا تطلع لنا أخبار بها أزمة جديدة بذيقار، لكن خلينا نسلسلهن وحدة وحدة على مود نوضح للشارع العراقي وشارع محافظتك بالذات ماذا يحدث في ذيقار. لأن احنا نعرف بكل أزمة تحدث في ذيقار يكون هنالك انعكاسات على الشارع، وبالتالي يكون انعكاسات على بغداد وحكومة بغداد. أبدي وياك من كتاب النائب هيفاء الجابري اللي طالبت رئيس الوزراء بسحب يدكم وتولي السوداني إدارة المحافظة من منصب أدنى. فخلينا نفهم ماذا يحدث بذيقار، تفضل. مساء الخير عليك ست سحر وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناة الشرقية الفضائية، وجمعة مباركة عليكم أحبتي المشاهدين. لا يخفى على الكل أن ذيقار حال كل محافظات العراق
تعاني من مشاكل كثيرة على مستوى الفساد الإداري والمالي، وإحنا عندنا هيئة النزاهة الاتحادية فيها ملفات قضائية كثيرة، وأحيلت كثير من هذه الملفات إلى مجلس القضاء الأعلى، ولنا ثقة كبيرة ومطلقة بمجلس القضاء الأعلى بأن يبت في هذه القضايا وفق القانون. محافظة ذي قار وبعد الأحداث 2019 حيث التظاهرات التي عمت عموم العراق ظهرت حالها حال بقية التظاهرات، وبقيت محافظة ذي قار إلى هذه اللحظة تعاني من نتائج جراء تلك التظاهرات. لذلك هناك ورثنا من الحكومة السابقة والحكومات السابقة مشاكل عديدة، لا يزال أبناء محافظة ذي قار يعانون وباقين تحت وطأة هذه المشاكل. يعلم الجميع أن محافظة ذي قار تختلف عن كل محافظات العراق لما مرت به من مشاكل كثيرة وتحديات كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية. لذلك احنا من اجينا بتاريخ 13/2/2024 بعد ما انتخبنا أبناء محافظة ذي قار بعنوان عضو مجلس محافظة، ثم مجلس المحافظة اختارني كمحافظة لذي قار، وبذلك أنا المحافظ الأول بتاريخ ذي قار الذي ينتخب من الشعب كعضو مجلس محافظة، ثم المجلس المحافظة يصوت لي كمحافظة لذي قار. المشاكل كثيرة ومتعددة، إلا أننا أخذنا عهدا على أنفسنا ألا نلتفت إلى الوراء، بل ننظر إلى أهداف محددة ضمن برنامجنا الحكومي. ما تقدر ما تلتفت سيد مرتضى، قاعد يجي للواقع، ما تقدر ما تلتفت للماضي. الحاضر هو مكمل للماضي، حضرتك تحدثت عن السنوات الأخيرة، أكثر محافظة استبدلت محافظين بالآونة الأخيرة، وكل محافظ جاء ببرنامج، وكثير منهم كانوا إصلاحيين حقيقيين، لكن بما أن هنالك أيادي سياسية فلا تستطيع لا تلتفت. واضح، فخليني أكون واقعية ويا شارعي. ما تحدثت في شيء عظيم وواقعي، وحضرتك مستند على القضاء وعلى القانون ومعترف أن هنالك ملفات، لكن خلي الشارع يفهم ماذا يحدث، حقيقة ما يحدث. ست سحر، حتى نكون أكثر صراحة ويا أبناء محافظتنا وأبناء الشعب العراقي، والشعب العراقي شعب واعي ومتابع لأداء العملية السياسية ومتابع لكل سياسي وإداري يتسنم موقع متقدم في البلد. لذلك احنا نعمل تحت الشمس، ما عندنا أجنحة تحت الظلام. إذا خلي كلامك أيضا بعيد عن الدبلوماسية وتكلم بكل صراحة، واقع يعني واقعيا تحدث مع الشارع بالحقيقة حتى وإن كانت على حسابك في بعض المرات. خلي أكون أكثر صراحة وياك، اسئلي أن شئت من الأسئلة. هسا بدأت وياك بهيفاء الجابر، هيفاء الجابر وعادل الركابي نواف في البرلمان يبدلون محافظتك لما يبعثون بهكذا طلب، شنو أزمتهم وياك؟ سأجيبك عليها واحدة واحدة. هاي بدأت ويا حضرتك من كتاب السادة النواب. لا شك أن قبل تشكيل مجلس المحافظة عندما جمد مجلس النواب مجالس المحافظات في 27/11/2019 في حينها بقيت المحافظات بلا مجالس محافظات، وأوكلت مهام مجالس المحافظات إلى المحافظين وتحت إشراف مجلس النواب. لذلك كان الأخوة أعضاء مجلس النواب هم المشرفين على أداء المحافظ، والمحافظ هو اللي يحل محل مجلس النواب. فيما بعد أن أجريت انتخابات مجالس المحافظات في 23 رجعت الصلاحيات لمجلس المحافظة، وبالتالي المحافظ يعمل وفق قانون 21 وتحت إشراف مجلس المحافظة. مجلس المحافظة هو الذي يراقب، وهو الذي ينتخب محافظ، وهو الذي يستجوب محافظ فيما لو كان هناك استجواب، وهو الذي يراقب ويتابع أداء المحافظ. هذه الحالة اللي صارت ما بين الأخوة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، هذا الحالة اللي عملية الانتقال، خلينا نقول عملية انتقال الإشراف، عملية انتقال الصلاحية، شو تسميها سميها، هذا اللي صار فيما يخص موضوع التصريحات الأخيرة. هذا رأيها وهي نائب في البرلمان العراقي وممثلة إلى 100,000
نسمة من أبناء المحافظة، بالتالي إحنا نحترم رأيها، ولكن أنا من خلال فضائيتكم يا ليت لو تطلع وياي بلقاء مباشر أمام الشعب العراقي وأمام كل أبناء ذي قار. يعني حضرتك عندك استعداد تناظر السادة النواب علنا أمام الجمهور وممكن يجابوك بملفات أو بحديث عن ملفات؟ لأن يعني هذا ما يلمحون له بين الحين والآخر. أبداً أنا مو سبق وأني تكلمت ست سحر، سبق وأني تكلمت قبل لحظات قلت إحنا نعمل تحت الشمس وملفاتنا كلها جاي نديرها بكل شفافية، وما عندنا شيء مضموم أو نضمه على أبناء شعبنا، إحنا واضحين. فالأخوة محل تقدير واحترام أعضاء مجلس النواب، والأخوة محل تقدير واحترام أعضاء مجلس المحافظة وكل الجهات الرقابية، إحنا حاضرين، يردون أمام الإعلام بالفضائيات بالمنصات التواصل، أنا حاضر، أي سؤال يتوجه إلي أجيبه بكل دقة وبكل شفافية وبكل النواب. حيادية وصدق إن شاء الله تعالى. وجدنا فجوة بينك وبين بعض السادة النواب الممثلين للمحافظة، فلهذا يطالبون السيد السوداني أن يستلم إدارة المحافظة بديلا عنك. أسبابهم ممكن أدعوهم لحوار أو لمواجهة بهذا البرنامج مع حضرتك بأي وقت يحددوا، ذا السيد عادل وذا السيد هيفاء، للحديث أكثر عن أسباب هذا المطلب. أمام شارعهم على القليل أن يكونوا واضحين، إذا لم يكن الموضوع خدمات فإذا هنالك موضوع سياسي أيضا لنتحدث به، لكن الفجوة بين جنابك وبين مجلس المحافظة هو أنا سأل هذا كله ينعكس على الشارع في محافظتك الجابري. بالتالي على عملكم على أدائكم تقريبا أكثر من سنتين، ومثل ما ذكرتي ست سحر لو سمحي لي دقيقة، هي كانت أكثر من سنت أو ثلاث سنوات كانت نائب في البرلمان العراقي ومحافظة ذي قار مثل ما عبرتي تصرف محافظين، لذلك مر عليها أكثر من 5-6 محافظين، ما سمعنا ست هيفاء الجابري طلعت بتصريح أو بكتاب رسمي إلى رئيس الوزراء السابق أو رئيس الوزراء الحالي تطالب به منه بإدارة المحافظة. هذا سؤال يحتاج إلى إجابة منها أو من أبناء محافظة ذي قار على أقل التقدير. هذا السؤال سيد مرتضى، هسه أنا عندي جواب احتفظ به نفسي، ولكن أريد الرأي العام يطلع على هذا السؤال وخلي يسأله ويوجه هذا. أنا أوجه هذا السؤال من خلال سيد مرتضى شاشة قناة الشرقية الموقرة حضرتك ابن هذه المحافظة العريقة هيفاء الجابري، وتعرف لماذا الشارع لم الشارع شارع محافظة ذي قار وأهل الناصرية يغلون على مطالبهم، يغلون على القضاء على الفساد، هم ممكن كانوا سبب انطلاق واتساع تظاهرة تشرين، هذا الشيء وقدموا شهداء وضحايا، فأنت اليوم مجبر حتى وأن تعرف شيء توضح للناس، يقول ممكن هاي السيدة هيفاء ذهب بهذا الاتجاه لهذا السبب، إذا كان خدماتي، إذا كان سياسي، إذا كان فساد، السبب اللي تعرفه يا ريتك توضح لنا إياه، وأيضا ننطي حق الرد للسيدة هيفاء بالرد عليه بوقت لاحق. ست سحار، مثل ما يعلم الجميع أنه بال2019 ظهرت محافظة ذي قار حال بقية المحافظات، وبالتالي التظاهر السلمي هو حق مشروع كفله الدستور لكل أبناء واضحة. يعني لا الشعب ما يخص العراقي. السيدة هيفاء فالتظاهرات أنت قلت لي أعرف السلمية شيء بس والتظاهرات نفسي. بس خلي أوضح هاي المفردة ست سحار، وأنا راح أنا جايش أجاوبش لا تستعجلين. جايش تفضل. التظاهرات المطلبية والخدمية حق مشروع، سواء كانت الناس تطالب بالخدمات أو تطالب بالتعيينات أو تطالب بأي حق لها كفله الدستور، وهذا واجبنا. إحنا من كنا مرشحين لأعضاء مجلس المحافظة إحنا كان عندنا برنامج واضح، وإحنا إجينا من رحم هذه المعاناة ومن رحم هذه الناس، وكنا قد وعدنا ناسنا وجمهورنا وأبناء المحافظة بشكل عام، يابا إذا كانت الخدمات التي تصبون إليها هي من صلاحية الحكومة المحلية فهذا واجبنا ونقدمها إن شاء الله ضمن الممكن والمتاح، مع ما أنه أحيطك علما أننا في شهر العاشر وإلى هذه اللحظة احنا خصصت لنا مشاريع، خصصت لنا اموال موازنه 24 على هوايه ملفات 143 مليار والى يعني لو شوف ايش قد حطت لك اعداد اكثر انا حاضر والله على كل ملف. خليني بس بما يخص السيده هيفاء وارجع على مجلس المحافظه وبعدين اخذ بالملفات الاخرى. شنو اللي تعرفه بسبب تحركات السادة النواب ضدك؟ قلت لي أنا أحتفظ به بنفسي وأنا ما زلت مصرة أنه أفهم ليش. أنا ليش يعني أروح؟ هل لا شققت عن قلب هيفاء؟ فلتسأل هيفاء نفسها. مو أنت قلت ليش أنا أعرف ليش بس أحتفظ به لنفسي. كتبت هذا الكتاب إلى رئيس الوزراء. شيني أنا من خلال قناة الشرقية الفضائية
أطالب ست هيفاء بملف واحد بخلل إداري أو خلل مالي أو أي إجراء أو أي تقصير من عندنا، علما أنه إحنا عندنا 172 مشروع. إذن هنا الموضوع سياسي، تم إحالتها وتم التعاقد معها وتجنب. هنا خليني أربط الموضوع يعني سياسي لعد حضرتك يا حكمة سيدة هيفاء نبني السيد عادل من الأصال. خلينا ندخل بالملف السياسي، أوجه هذا السؤال إلى ست هيفاء وهي التي ستجيب عنه. طيب والسيد عادل الركابي؟ سيد عادل الركابي بالعكس هو رجل كان يتحدث عن مرحلة سابقة، يتحدث عن عدم وجود هيبة للدولة وعدم فرض القانون وإلى آخره، وهو اليوم كان في ضيافتنا وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة، والرجل أيضا كان موجود اليوم، كان معي موجود النائب الدكتور عادل الركابي، والرجل داعم وساند للحكومة، وحتى التغريدة مالته الأخيرة هي من صالح الحكومة، ولكن كان يتكلم عن الحكومة التي سبقتنا وبالتحديد حكومة محمد هادي. زين مجلس المحافظة، شوف انت ايش قد ضدك، منا نواب منا مجلس محافظة. نعم. مجلس المحافظة ايش بي وياك ايضا دا يتحدث عن مطالبات بسحب يدك او لإقالتك. طبعا أعضاء مجلس محافظة لهم الحق بمتابعة المحافظ ومراقبة أدائه، وضع الإداري، وضع المالي، هذا حق كفله الدستور لهم. طبعا لا يمكن لأي محافظ في العراق أن يحظى برضا ومقبولية 18 عضو عندنا في محافظة ذي قار. أكيد يعني هناك اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في الرؤى، المحافظ له رؤية بإدارة المحافظة، قسم من الأخوان لعله لديهم رؤية أخرى، لذلك اختلاف الرؤى لا يفسد للود قضية. صراحة أكثر يعني ما ماخذ دور المحقق هنا، يعني محاورة، يعني علي أن أوضح الحقائق. الناس اللي ضدك واللي يطالبون بإقالتك ظهورهم الإعلامي أكثر بالحدة من عندك، فعملية دبلوماسيتك ستفسر بغير تفسيرات. إذا كان هنالك حقيقة يجب أن يعرفها الناس، يا ريتك تتحدث بها بعيد عن الدبلوماسية. أنا أسأل سؤال وبعيد عن الدبلوماسية. أنا حتى لا أتهم أخوتي أعضاء مجلس المحافظة كلهم، نعم هناك في مجلس المحافظة من هم مبتزين ومنهم فاسدين ومن هم يحاولون عرقلة أداء الحكومة المحلية ووضع العصا في طريق الحكومة، ومثل ما حصلت الحالة الأخيرة عملية الابتزاز، وبذلك أقمنا دعوة قضائية بكل شجاعة على المحافظ السابق وعضو مجلس المحافظة الحالي محمد هادي، وكذلك عضو مجلس المحافظة عمار الركابي وهو الآن قيد التوقيف، والمحافظ السابق تعرفون هو الآن هارب خارج المحافظة. انتمائك لتيار الحكمة هي هذه المشكلة؟ أنا بالأمس القريب كنت أمين تيار الحكمة في ذي قار، وهذا انتمائي الشخصي وانتمائي السياسي والذي أعتز به حقيقة. سماحة السيد الحكيم من قامات العراق المعروفة، وهذا التيار العريق، التيار الذي يمتد إلى أكثر من 100 سنة، التيار الذي يتسم بالوسطية والاعتدال، وهو تيار وطني على مستوى العراق. طبعا أنا من صرت محافظ ذي قار وجه سماحة السيد قال لي أنت صرت محافظ بعد كون تستقيل من أمانة تيار الحكمة باعتبار هذا منصب حزبي، وأنت اليوم تمثل كل أبناء محافظة ذي قار، لذلك هو إحنا بنظامنا الداخلي في تيار الحكمة الذي يتصدى للعمل عليه أن يعمل بمهنية وحيادية وأن يعمل لكل أبناء المحافظة، وهذا ما عملنا عليه سياسيا بمنهاج تيار الحكمة. ابدا احنا كتيار الحكم الوطني منهجنا الوسطيه والاعتدال، وان نضع مصلحه ابناء الشعب العراقي نصب اعيننا وفوق كل اعتبار. انتمائك لتيار الحكمه سياسيا هذا سبب الازمه اليوم اللي تعيشها السياسيه داخل المحافظه، اذا من خلال اذا بسبب الساده النواب او حتى مجلس المحافظه؟ لا ما اعتقد. الخلاف الذي حصل في الفتره الاخيره يعني تعرفون يعني موقع محافظ هو موقع متقدم بالدولة العراقية، وعلى مستوى المحافظة هو اليوم رئيس اللجنة الأمنية العليا وهو المسؤول الإداري الأعلى،
فالتكالب وهذا العملية الابتزاز والحالات التي حصلت هي يعني مطالبات لتنحي مرتضى الإبراهيمي من منصب المحافظ، وتولي محمد هادي كان يطمح أن يرجع مرة أخرى إلى منصب المحافظ، وهذا الذي حصل والذي يحصل الآن. طيب أنا أدخل بملفات الابتزاز والأزمات بالمحافظة. ما زال الأحرق قائم لك سيد النائب هيفاء الجابري، وكرر أن مناظرة مفتوحة أنت والسيد المحافظ لإيضاح أسباب مطلبك لدولة رئيس الوزراء بأن يستلم المحافظة بمنصب أدنى ويسحب يد السيد مرتضى. إذن حضرتك تحدثت عن موضوع شبكة الابتزاز قبل قليل، يقال أنه طلعوا بكفالة قبل أيام، هذا يعني الملف بدأ إغلاقه سياسيا؟ طبعا كلنا ثقة بالقضاء العراقي وبكل قراراته، ونحترم قرارات مجلس القضاء الأعلى أيا كانت لصالحنا أو ضدنا. فبالتالي لا تزال القضية قيد التحقيق، والرجل دكتور عمار الركابي الآن موقوف وفق المادة 430 ابتزاز، وأعتقد هناك أدلة دامغة على الرجل، والقضاء ماخذ مجرى، ونحن نحترم خيارات القضاء وقراراته. سيد مرتضى وعمار الركابي أيضا ينتمي لتيار الحكمة، ما سلكنا أي طريق آخر غير القضاء. نعم عمار الركابي أيضا ينتمي لتيار الحكمة. اي نعم، لا هو حقيقه كان مستقل، رشح مع تحالف قوى الدوله الوطنيه. هو غير منتمي لتيار الحكمه، بعيد عن التحالفات، انا اتحدث كانتماء. لا غير منتمي لتيار الحكمه، ولكن رشح مع تحالف قوى الدوله الوطنيه ضمن طيب. قائمه الحكمه طبعا. طيب الملف ما زال امام القضاء منظور، المتهمين طلعوا بكفاله ماليه قبل ايام. بالتالي وشخص منهم اللي هو كان رئيس مجلس السيد محمد هادي هارب. موقع الآن تعرف وين إذا كان بالعاصمة بغداد؟ هل لديه تغطية سياسية أو حماية سياسية في بغداد أم هو خارج العراق؟ طبعا لو كنا نندل مكان محمد هادي كان أيضا أنطينا خبر للأجهزة الأمنية بإلقاء سياسيا القبض على تندل؟ متهم خارج عن القانون ومطلوب للقضاء، يعني معلوماتنا هو داخل العراق مو خارج العراق. سياسيا ما عندك علم إن كان بحماية من أحد قادة الإطار في بغداد أم لا؟ مجرد تساؤل لا أكثر. يعني أنا معلوماته في بغداد، لكن لا تعرف من الجهة السياسية اللي ممكن تحميه أو حاميته. إلى هذه اللحظة لم يتواصل معي أحد من الجهات السياسية ويقول يا ترى محمد هادي قاعد عندي بالبيت أو قاعد في مكان. طيب محمد بس هادي المعلومات المتوفرة أنه موجود نحكي بالعراق. محمد هادي ممكن يطمطم موضوعه فعليا مع شخصيات؟ أكو قدرة سياسية على طمطمة أو لملمت موضوع محمد هادي؟ خل أكون أكثر صراحة، يا ريتك تكون صريح وياي. من بديت لي هسه نشفت ريقي سياده المحافظ، قالوا لي عليك صريح، بس اليوم ما اشوفك صريح. خليني اوضح لك امام الراي العام. ست سحر، كثير من الوسطاء اجوا يا معود خلينا نطمطم الموضوع، جيبها منا رجعها منا. قلت لهم انا اللي جئت الى القضاء، ما لجئت للعشيره ولا لجئت الى اجراء اخر. اكو قضاء، احنا اما ان نكون رجال دوله ونحتكم للدوله ومؤسساتها. عندنا المؤسسة القضائية مؤسسة محترمة، مؤسسة نعتقد بنزاهتها، نعتقد بحياديتها، لذلك احنا لجئنا إلى مجلس القضاء الأعلى، ومجلس القضاء الأعلى ما قصر، أصدر مذكرات قبض وفق المادة 430. بالتالي محمد هادي وين يروح؟ القضاء ببراء، وأجهزتنا التنفيذية ستلاحقه إلى أن تلقي القبض عليه أو هو يسلم بنفسه. أنا أرد أسأل، أنا لو كنت مكان محمد هادي سنتين محافظ والآن عضو مجلس محافظة، وأنت من تمثل الشعب، فالقضاء والقانون الذي أتى بك إلى هذه المناصب هو نفسه هذا القانون الآن، يقول لك يا محمد هادي تعال امثل أمام القضاء، فإما أن تكون بريئا وتمثل أمام القضاء وقول يا أنا هذه 1 2 3 ما عندي شيء، وإذا كان ما عندك شيء وكنا احنا ممثلين أنا أنت تطلع صريحة وياك. أي مشكلة ممكن يخاف أن يمثل أمام القضاء لكون اليوم السيد مرتضى أيضا ضامن ملفات يريد يقدمها للقضاء عندما كان محافظا.
خلي أقول لك فد شيء، لا توجد لدينا ملفات على محمد هادي إلا وأحلناها إلى هيئة النزاهة وإلى الإدعاء العام. خلي يسمع محمد هادي من قناة الشرقية. يعني وجدتم ملفات؟ وإذا أكو ملفات موجودة غايبة عنا سنحيلها متى ما طاحت جوادينا. هو أكو ملفات فعليا أنتم رفعتوها لهيئة النزاهة؟ لقيتوا ملفات على السيد محمد هادي بعقد؟ نعم نعم، هناك ملفات، وهو عندما للمعلومة سيد سحر عندما كان عضو مجلس محافظة أيضا أحلنا قسم من هذه الملفات، وقسم منها طلع بكفالة وقسم لا تزال قيد التحقيق، لذلك جزء من الاختلاف معه أننا أحلنا جزء من ملفاته إلى هيئة النزاهة وإلى الإدعاء العام، هذا جزء منه لأنه يقول لك إذا يبقى مرتضى براي راح يطلع كل الملفات، لذلك هو عجل بعملية الابتزاز من أجل التخلص من مرتضى الإبراهيمي من منصب محافظ ذي قار. يعني هي المشكلة بشبكة الابتزاز مو الطموح بالعودة لإدارة المحافظة، يعني إيش أفهم من كلامك؟ هو موضوع إزاحتك من منصبك للتغطية على الملفات، عدم فتح الملفات، شقين، شق للتغطية على الملفات وشق الآخر للعودة، والعودة هي من تغطي على هذه الملفات الكبيرة والكثيرة. وحضرتك ما رضخت لهذه الشبكة، بينما رئيس المجلس السابق رضخ لهذه الشبكة، وقال لهم قيلوني أنا طالع رايح، قيلوني بس ستروا عليه، حضرتك ما رضخت إلها. لن نرضخ لأي عملية ابتزاز، لأننا عاهدنا الله سبحانه وتعالى أولا وعاهدنا أبناء شعبنا ثانيا، وقد قسمنا على ذلك بالقرآن الكريم مرتين، مرة عندما كنت عضو مجلس محافظة أدينا اليمين، ومرة عندما تم انتخابي محافظة لذي قار، فلذلك المسؤولية ثقيلة وكبيرة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب العراقي وأمام أبناء محافظة ذي قار، وأخذنا عهدا على أنفسنا كي نحمي ونحفظ تاريخنا. الجهة الداعمة لمحمد هادي بيضاء واللي كانت داعمة محمد هادي كمحافظ تدخلت للملمة الموضوع مع جنابك، سبعيد عن محمد هادي ممكن يكون أداة وممكن يكون لا صاحب قرار، لكن الجهة اللي كانت داعمة آنذاك اللي كانوا دائما يتحدثون عنها، هسه ما عندي دليل على مود أذكرها، لكن تدخلت للملمة الموضوع إذا كان منها الفساد أو حتى موضوع الابتزاز. هو أنا خلص محمد هادي هو إلى أي جهة سياسية ينتمي، مرة ينتمي إلى الماكنة، مرة إلى أخرى، ثم أخرى، ثم أخرى، والله ما أعرف لحد الآن من هي الجهة السياسية التي تدعمه، خلي يحدد. إيش أنتم ما تعرفون؟ أنا حسب معلوماتي أن الجهات السياسية التي كانت داعمة لمحمد هادي عندما اتضحت لها الحقيقة قالوا احنا بعد نحتكم الى القضاء، وانت وضعك اما ان تسلم الى القضاء واما احنا ما لنا علاقه بك، لذلك هو العدو امامه والبحر خلفه ولا سبيل اليه الا ان يلجا الى القضاء ويسلم نفسه، واذا كان بريئا فبها ونعمه، واذا كان مدانا فليتحمل مسؤوليه ما جنته يداه عليه. فترة توليك قصيرة بس المشاكل اللي صارت بعهدك كبيرة، مو بسببك لكن هي المحيط بك مشاكل كثيرة، فخلينا ندخل بمجلس المحافظة برئيسين، واحد حالي وواحد مقال، واحد عنده أمر يرجع رئيس مجلس والثاني رافض، اشتباكات وحماية أمنية وناس يضربون ويا ناس ومشاكل بمجلس المحافظة، هاي وين راح توديكم؟ وين راح توصل؟ طب من ناحية القانونية الحق لمن بيها بالتالي؟ ست سحر احنا مو مجلس القضاء الاعلى ولا احنا محكمه القضاء الاداري، انا على المستوى الشخصي لو كانت هذه الاجراءات معي، طبعا قرارات مجلس المحافظه عندما يقرر مجلس المحافظه من حق المحافظ ان يطعن بقرار مجلس المحافظه خلال 15 يوم، واذا ما طعن المحافظ فالامور تكون باته. فيما يخص موضوع رئاسة المجلس، احنا انتخبنا بالبداية الأخ عبد الباقي رئيسا لمجلس المحافظة، بعد فترة ارتأل الأخوة في مجلس المحافظة أن يكون استبدالا للأخ عبد الباقي، وهذا حق مشروع لمجلس المحافظة قد كفله الدستور وقانون 21، هسه مدى قانونية الإقالة و اجراءاتها القانونيه هذا امر انا ارجع اقول لك الاثنين رئيس المجلس اللي مقال قدر يثبت لكم انه هو استقال بسبب شبكه الابتزاز، وهذا السؤال الاهم.
طبعا أنا خلنا نكون أكثر صراحة، الأخ عبد الباقي الآن لديه دعوة قضائية بمحكمة تحقيق الناصرية على محمد هادي بدعوى الابتزاز، وسبق وأن نزلت بصمة صوتية تحرض على تحريك الشارع ضد عبد الباقي، وليلة حسب معلوماتي يوم أمس جاءت المضاهة مطابقة لصوت محمد هادي 100%، وبالتالي تكون هذه دعوة ثانية على المادة 430 ابتزاز، وبالتالي ستكون هذه الدعوة مطروحة أمام مجلس القضاء الأعلى في استئناف ذي قار، وهم من ينظرون بهذه القضية. فبالتالي محمد هادي الآن يواجه قضيتين، قضية الدعوة الأولى التي أقمناها عليه، والدعوة الثانية التي أقامها رئيس المجلس. فبالتالي هو حتى إذا طلع من دعوة الإبراهيمي سيقع في دعوة العمري. محمد هادي هاجمها هجيمة ما شاء الله عليه، يمتلك ذكاء، ذكاء خارق. كان المفروض لو مطبق على سياسته بالمحافظة كان المحافظة اليوم مزدهرة بدل الأفكار الشيطانية. لكن خليني برئيس المجلس، بين الأزمة أنه اليوم المجلس برئيسين، واحد يقول لك هذا ما كان، يعني عندي قرار لازم أرجع وأنا من قالته بسبب محمد هادي وشبكته، والآخر ما قابل يترك منصبه. فبالتالي أنتم داخلين لأزمة، أزمة أمنية، أزمة بين فئتين ممكن تنعكس على الشارع، ممكن كثرة التصريحات الإعلامية والهجمات الإعلامية واستخدام مواقع التواصل من هذه الجهة ومن هذيك الجهة راح يسبب أزمة كبيرة بداخل المحافظة على عمل مجلس المحافظة وعلى عملكم بالتالي، لأنه أنتم حلقة تكمل حلقة. طبعا هذا لا شك أن هذا الشيء جاي يؤثر على أداء مجلس المحافظة، والدليل كان من المفترض أن تعقد جلسة لمجلس المحافظة هذا اليوم، ولكن بسبب عدم اكتمال النصاب لم تتحقق الجلسة، وبذلك هي تكون الجلسة الرابعة لغياب محمد. السؤال الأهم، ليش ما اكتمل النصاب؟ وبالتالي قانون 21 واضح، في حال غياب عضو مجلس محافظة لأربع جلسات متتالية على المجلس أن يفصله، وبذلك محمد هادي باقي له جلسة واحدة وبعدها مجلس المحافظة يكون يأخذ دورة بالتصويت على فصله واستبدال من هو خلفه من هو احتياط المحافظ لا. وبالتالي هذا الإشكال الآن في مجلس المحافظة هو إشكال حقيقي، وهو انقسام داخل المجلس. لا شك أن كتلة محمد هادي تسعى إلى عدم فصله، والأخوة الآخرون ينظرون ما هي الحلول، ما هي الإجراءات التي يتخذونها قانونيا، فهم أمام خيارات وأمام نصوص قانونية واضحة وصريحة. حاول محمد هادي أكثر من مرة الناشئ رجع رفع إجازة، ولكن رئيس المجلس الناشئ رجع رفع قضية على عبد الباقي. بس خلي أكمل أوضح بذاوة. نعم أنتم أمام أزمة سيد المحافظ. نعم أنتم أمام أزمة، أزمة حقيقية. الناشئ نعم. عزت قدم دعوة قضائية أيضا ضد عبد الباقي، وعبد الباقي يريد يرجع لمنصبه بقرار قضائي. مجلس المحافظة حضرتك قلت ما اكتمل النصاب، هذا يعني أكو اتفاقات سياسية رح تتدخل بالنص لعدم اكتمال النصاب، وهذا نفس المعاناة اللي كنا نعيشها قبل إلغاء مجلس مجالس المحافظات. دائما ما مجالس المحافظات كانت تعطل العمل وتسبب أزمات بداخل المحافظات. من نعم. أنا راح أوضح خلنا نطلع أبناء محافظة ذي قار عما يدور داخل أروقة إدارة المحافظة أو الحكومة بشقيها التنفيذي والتشريعي. نعم في مجلس المحافظة بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري بعودة الأخ عبد الباقي إلى منصبه رئيسا لمجلس محافظة ذي قار، اختلف الأخوة في اللجنة القانونية وفي الدائرة القانونية. هذا القرار يحتاج إلى أن يكتسب الدرجة القطعية، وهناك تمييز لهذا القرار، فارتأى الأخوة أن يفاتحوا التنفيذ، ففاتحوا التنفيذ بكتاب رسمي جاوب التنفيذ أن الأخ عزة الناشي يبقى رئيسا للمجلس لحين ما يكتسب قرار مجلس القضاء الإداري أو محكمة القضاء الإداري الدرجة القطعية، وبالتالي هذا التمييز إما أن يطابق القرار أو يخالفه. بالتالي إحنا أمام خيارات لمجلس القضاء ومحكمة القضاء الإداري، يعني الأمر الفيصل سيكون لمحكمة القضاء الإداري بعد ما أن يكتسب القرار الدرجة القطعية. طيب هنا أنا خليني أسألك من الجانب السياسي، كتلة سند وتيار الحكمة وأبناء ذي قار والفضيلة
ما عندهم نية هم يحلون المشكلة بلقاءاتهم، بما احنا دا نتحدث عن عبد الباقي ينتمي لسند وحضرتك تنتمي للحكمة وعزة الناشئ من الفضيلة، ولكن هو بشكل رسمي راح ويا جماعة محمد هادي. لا، عزة الناشئ مو ويا جماعة محمد هادي بالنتيجة ايضا لسند. شلون سيادة المحافظ؟ عفوا ما سمعتك. عندما تم التصويت على الأخ عبد الباقي، الكتل الأخرى يعني يعرفون أنه منصب مجلس المحافظة وكان من استحقاق كتلة السند، فسواء كان عبد الباقي أو عزت فكلاهما لكتلة واحدة، هاي للمعلومة حتى يعلم الجميع. ليش عفوا عزت ما منتمي لأبناء ذي قار؟ يعني مو يا سيد هادي راح انتماءه بالآونة الأخيرة؟ أبناء ذي قار تكتل لأعضاء مجلس المحافظة مؤلف من عدة كتل سياسية. زين، مو يعني سيد عزة الناشئ هو أيضا مع كتلة سند. أبناء ذي قار يعني انتماء السياسي والفكري ما زال ويا سند، مو يا سيد محمد على الخدمات هادي. على كتلة خدمات المنضوية مع سند. يعني سياسيا لا يوجد تقاطع بعملية تبادل الأدوار، لكن المشكلة بالشخوص هنا صارت بين عبد الباقي وعزة، لا يوجد تقاطع فكلاهما لكتلة واحدة، فالاستحقاق واحد. هنا لن ندخل في أزمة استحقاقية لفلان لجهة الفلانية أو جهة الفلانية، هاي النقطة اللي توصلها مع جنابك سيد الإبراهيم. أحسنت. بالنهاية حظل الوضع كما هو عليه لحين أخذ القرار القطعي من القضاء. ما بعد القرار القطعي للقضاء يعني ممكن يصير يبقى تسليم للمنصب بسلاسة وبسهولة بين الناشئ وبين عبد الباقي؟ نعم، ممكن يصير تسليم المنصب بسهولة بين الناشئ وعبد الباقي بعد القرار القضائي، أم رح ندخل بأزمة جديدة؟ بكل سهولة ويسر إذا اكتسب القرار الدرجة القطعية. وأني أول يوم ما جاء بالقرار الأخ عبد الباقي كنت موجودا في مجلس المحافظة وحاولنا تقريب وجهات النظر، فاحتكمنا إلى القانون وإلى التنفيذ، فرأسا جاوبونا بنفس اللحظة التنفيذ أنه يبقى عزة الناشي رئيسا لمجلس المحافظة لحين ما يكتسب القرار الدرجة القطعية، وبذلك بلغنا الأخ عبد الباقي والرجل احترم قرارات القضاء، وبالتالي هو الآن سواء كان عبد الباقي أو الأخ عزة ينتظرون أن يكتسب القرار الدرجة القطعية وكلاهما سيطيع قرارات مجلس القضاء الأعلى. بس سؤال، عبد الباقي أقيل فقط بسبب شبكة الابتزاز أم عليه ملفات أو تقصير بموضوع إدارته للمجلس أو دخوله بالمجلس أو وجوده داخل المجلس؟ هذا السؤال يتوجه إلى الأخوة الذين استجوبوا رئيس المجلس السابق. حضرتك رأس الهرم بالمحافظة، فحضرتك أعرف بكل تفصيلة تحت جو المجلس. على كيفك يا سي سحر، تردين تخربيني ويا الوادم؟ والله أريد بالعكس، أريد أصلح اللي خربته بعض وسائل الإعلام بداخل محافظة ذي قار. فلهذا أنا قلت لك أنا هنا مو محققة، ولا دوري أني أكون محققة، أنا دوري أسأل ما قيل وما يتحدثون به وما يتهمونك ويتهمون الآخرين به. هذا السؤال يا ست سحار يتوجه إلى السادة أعضاء مجلس النواب عندما قدموا لائحة الاستجواب. لا شك طبعا أنا أتكلم باعتباري كنت عضو مجلس محافظة سابق بال 2019، عندما كنا نستجوب استجوبنا المحافظ واستجوبنا مدراء عامين، يقدم الاستجواب، تقدم أسئلة الاستجواب إلى المستجوب ويعطى فترة لحين ما يدرسها ويجيب عليها، منها من تحتاج إلى كتب رسمية ومنها من تحتاج إلى إجابة شفوية، إما أن يقتنع المجلس أو لا يقتنع، وبالتالي يكون الأمر الفيصل للمجلس المحافظة، وبالتالي هذا أعتقد السؤال في السحر يتوجه إلى الأخوة الذين استجوبوه. على هيك لازم كل أسبوع أسوي بس حلقات عن ذي قار، عن ما لازم كل واحد يجاوبني عن تساؤلاته. طيب خليني أذهب يا حضرتك لملف التعيينات لا سيد المحافظ. ملف التعيينات بعقود 9577، شنو قصده؟ التظاهرات مستمرة للخريجين وحتى العاملين بالحقول النفطية، عندهم اعتراضات على طريقة إدارة الملف نفسها. من اللي عنده اعتراض؟ الخريجين وأيضا التظاهرات، عفوا العاملين والخريجين بالحقول النفطية، شفنا اعتراضاتهم وشفنا تصريحاتهم. نعم 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 نعم
أخذنا عهد على أنفسنا أن نكون شفافين في كل أدائنا، سواء كان أدائنا المكتبي، أدائنا الميداني، أدائنا لتصدينا للملفات العالقة. خلي أوضح لأبناء محافظة ذي قار، مثل ما تعرفون إحنا ورثنا تركة ثقيلة جدا. كانت أمامي ماثلة 4 ملفات. الملف الأول هو ملف العقود اللي هي 9577 من أصل 150,000 على مستوى العراق، وعندنا أيضا ملف المشاريع سواء كانت الاستثمارية منها أو التابعة للوزارات الاتحادية أو تنمية الأقاليم أو صندوق الإعمار أو إنعاش الأهوار أو المنافع الاجتماعية التي إن سعفنا الوقت سنتحدث عنها بالتفصيل، وكذلك قطع الأراضي التي وزعها محمد هادي 19,000 قطعة بلا إجراءات، بلا إفراز، بلا تمليك، بلا مصادقة. راح أجي على 42 قطعة، راح أجي بس خليني بالمنحة، عفوا خليني ملف التعيينات منحة رئيس الوزراء، خليني أتحدث باقي. أنا راح أجيج قلت ليش عندي 4 ملفات شائكة ومعقدة، وهي على تماس مباشر مع المواطنين وأبناء محافظة ذي قار. طبعا ملف التعيينات قلت عندنا 9577 عقد اللي تقدموا عليها 96,000. يعني تصوري حجم عدد المتقدمين وزيد عندنا استحقاق. فبالتالي حكومة محمد هادي قدمت طلب إلى دولة رئيس الوزراء باستثناء مجموعة منهم، حصلت موافقة مجلس الوزراء طبعا بالتصويت على استثناء 5048. فهؤلاء ما أمامنا خيار إلا أن صدرنا أمر إداري، والآن هم في قيد إكمال إجراءات التعاقد معهم. ما بقي أعتقد 4500 يمكن 29. وزعنا هذا العدد. هي المشكلة بال 4000، يقول لك لم توظف بطريقة صحيحة، وزعت خارج السياقات، وزعت للمقربين. هي المشكلة بال 4000 اللي صاروا 5000 اللي حضرتك زدتهم لل 5000. فلنتحدث بصراحة وبشفافية، وأنا من خلال قناة الشرقية أتحدى كل من يثبت على الإبراهيمي أنه تلاعب أو اللجنة المشكلة تلاعبت بهذه درجات العقود. هذه 4529 وزعناها ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة الثلاثية، 75% للبكالوريوس والدبلوم و25% إعدادية فما دون. 75 أيضا بمحضر للجنة التعيينات، قسمناها 50% للدبلوم و 50% للبكالوريوس. أما 25% الأخرى فقسمناها 25% للإعدادية، 25% للمتوسطة، 25% للابتدائية، و 25% يقرأ ويكتب. هذه هي التوزيعات التي اعتمدناها. ناهيك عن هناك شرائح مشمولة، حصة الشهداء، حصة ذوي الإعاقة، حسب تعليمات تنفيذ الموازنة الصريحة والواضحة والمعلنة في جريدة الوقائع العراقية. احنا نعمل بالقانون ونعمل بالضوابط والتعليمات الواردة إلينا من وزارة المالية. إذا كانت هناك مخالفة واحدة عندنا خلاف تعليمات تنفيذ الموازنة فنحن مساءلون أمام كل الجهات الرقابية. سيد المحافظ، المشكلة بالأسماء اللي ظهرت، لما يقولون هساني أنقل لك ما يقال أو ما قيل حتى من ممثلي المحافظة، يقول لك من طلعون 5 أنفار من عائلة واحدة، أخوان أو أقارب، هذا يعني أكو مشكلة صارت، أكو تدخل، أكو تلاعب صار من اللجنة المشرفة، من الاختيار الإشراف على هذا الاستثناء، من هم الشخوص حتى من يتحدثون عن حضرتك والمقربين، فيتحدثون أنه لا صار تلاعب بهذا الملف بهذا الموضوع. ست سحر، خلي أوضح لك فتشي. كتاب محافظ ذي قار السابق بتاريخ 7/1/2024، وإحنا أمرنا الإداري بتاريخ، إحنا أدينا اليمين، رددنا القسم واستلمنا، يعني قابلنا رئيس الجمهورية واستلمنا المرسوم الجمهوري بتاريخ 13/2
وباشرت في منصب محافظ ذي قار بتاريخ 18/2، فبالتالي بزيارة رئيس الوزراء مو هذه القبلها بأيام حكومة محمد هادي بتاريخ 7/1 قدم كتاب رسمي إلى رئيس الوزراء طلب فيه الاستثناء، وهو من يتحمل طبعا رئيس الوزراء بتاريخ 8/2 ثاني يوم كتب موافق على الاستثناء، فالذي يتحمل الأسماء تكرارها تدقيقها لا شك أنه المحافظ السابق. احنا كل الذي فعلنا رفعنا كل هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو الذي يعني صوت على هذه الأسماء. من عائلة واحدة طبعاً ومن عشيرة واحدة، هذا الموضوع أنتم ما مسؤولين عنه. بس خلّى وضح سحق قطعاً، احنا كل الذي سويناه يا ست سحر رفعنا كل هذه الأسماء التي كانت قبلنا عن طريق التنسيقيات. انتم تعرفون التنسيقيات جهة غير رسمية وغير معترف بها، ولكن محمد هادي عندما كتب كتاب أصبحت هذه الجهات أصبحت هي الرسمية، وبالتالي المحافظ السابق هو من يتحمل مسؤولية الأسماء السابقة. فإحنا جمعنا كل الأسماء التي كانت بأيام محمد هادي إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء وماذا عن المعتصمين أمام حق للغراف النفطي؟ يقول لك ليش ما انشملنا، ليش ما انشملنا، ليش تم إبعادنا عفوا عن ملف العقود 9577؟ ال 9577 اي يقول لك ليش ابعدونا عن هذا الملف، ملف العقود؟ احنا ما استبعدنا، كل الذين تقدموا للحصول على هذه العقود هم 96,000. اللي قدم احنا راح ناخذ اما يعني يطلع بالاستثناء او راح يدخل ضمن المفاضله على النقاط، اما اللي ما قدم بعد هذا مشكلته هو، مو مشكلتنا احنا، يفترض طيب به هو اللي يقدم سريعا على يعني الملفات، مو راح ادق الباب عليه يا تعال قدم اللي ما قدم. للاسف الوقت مشى وياك بشكل سريع، خليني امشي وياك سريعا. خليني اسالك عن سجاد العراقي، ميت عدل، شنو وضعه لهذه اللحظه؟ امه معتصمه، أمه منتظرة منكم خبر، عمي إذا ميت تعطوني جثته، وإذا عدل دلوني هو وين؟ نعم. أنتم تعرفون قضية سجاد العراقي، أنا باعتباري أحد أبناء محافظة ذي قار، وأكيد مثل ما أنتم سمعتوا إحنا أيضا سمعنا قبل 4 سنوات في أيام حكومة الكاظمي، وقبلي كانوا عدة محافظين توالوا على إدارة محافظة ذي قار، فهذا الملف احنا حقيقه نحتكم فيه الى القضاء، واني وصلت اكثر من طرف اجوني واكثر من رساله، وحتى هي نفسها ام سجاد الان معتصمه بخيمه امام مبنى المحافظه، قلت لهم يابا اذا اكو مذكرات قبض فاجهزتنا الامنيه ملزمه بتنفيذ هذه المذكرات، عندكم شكوى جديده على احد محافظتك تعتبر أمك؟ خلي اوضح هذه الفكره، هذا خلي اوضح. أنا متعاطف مع أم ثكلة لا تعلم مصير ابنها، هل هو على قيد الحياة حتى يرجع إليها أو هو ميت حتى تأيس من عدة وتقرأ للفاتحة، وأنا متعاطف جدا مع أم سجاد، ولكن ما باليد حيلة. قلت لهم تردون تقابلون رئيس الوزراء، أنا مستعد أن أكتب كتاب أو أشيل تليفون على دولة الرئيس أن تقابلوه. كان وعدتها خير، زين خليني أترك لك مساحة رسالة إلها، خليها المرة تلم غشوالاتها وترجع لبيتها، وصل لها صوتك من خلال برنامجنا، دزلها اي رساله من خلالي. طبعا اجتني النائب السابق هيفاء الامين وتكلمت بهذا الموضوع، وايضا انا كلفت الاخ قائد الشرطه السابق واعضاء برلمان اخرين انه شنو المطلوب من المحافظ حتى يوفره الى ام سجاد، الذي يتعاطف المحافظ معها الى حد كبير جدا، لانه امراه تحتاج تقرير مصيرها. ولكن ست سحر ما باليد حيله، يعني يا ليت لو اندل مكان سجاد حي ميت وين محل وجوده حتى اكون اتخذ الاجراءات المناسبه. ما عندك رساله للامه الان؟ يعني ما عندك إيش على مستوى دوله الوزراء السابق وتبنى، والملف معروض امام القضاء. ما عندك اي رساله حابة توصلها لام سجاد الان من خلالنا على القليل؟ كل الرساله انا اقولها يا ام سجاد، المحافظ متعاطف معك، شنو اللي تردينه؟
عندك أوامر قبض، أنا على استعداد أنا أوجه الأجهزة الأمنية بأي نقطة بالمحافظة أن تلقي القبض على المطلوبين إلى القضاء في هذه القضية. عندك دعوة جديدة على أي إنسان تعتقدين أنه مشارك في عملية تغييب ابنك، أيضا إحنا نحيلش للمراكز الشرطة، تقيمين دعوة وتحال لمجلس القضاء، وبالتالي إحنا نساعدك، نوقف وياك، نتعاطف وياك، ولكن اسأليني شنو أقدر أسوي، أنا حاضر. طيب إحنا اليوم رجال دولة نعمل ضمن القانون ووفق القانون، إحنا لا يمكن أن نتهم أحد بغير دليل. واضح، هواي بمشاكل تزوير وإتلاف أضابير واستيلاء على الأراضي، خلينا نعرف السبب قبل ما نخوض بالتفاصيل. ملف العقارات. نعم، ملف العقارات ترى أقول لك هواي بمشاكل. أنا ما أعرف إذا صوتي واصل لجنابك. يوم حرق، يوم إتلاف أضابير، يوم استيلاء على أراضي. قبل قليل حضرتك أيضا تحدثت عن 42 قطعة اللي أعطيت لغير مستحقين، وعملية تزوير لأراضي وعملية منحها. شنو اللي يصير بهذا الملف بداخل عقارات، بدائرة عقارات الدولة عفوا، بداخل محافظة ذي قار؟ سي السحار، ورثنا من الحكومة السابقة والتي سبقتها وخلال فترة الأربع سنوات ملفات شائكة ومعقدة، والناصرية هم يعني حالها حال بقية المحافظات، هناك ملفات فساد وهناك ملفات ابتزاز وهناك ملفات سرقات وتزوير وتلاعب بالعقارات، حال حال بقية المحافظات. والدليل على ذلك هناك دعاوي مقامة بالقضاء وفي النزاهة، وهذا لا يخفى على أحد. بالتالي ما ورثناه في ملف العقارات ست سحر حقيقة مشاكل يندى لها الجبين. على سبيل المثال، لقينا 2700 عقد تقريبا أو أجر يومي فضائي في بلدية الناصرية. لقينا ناس منسبة من الدوائر بالبلدية، ولقينا من البلدية منسبة من الدوائر. في زيارتي الأخيرة إلى بلدية الناصرية، درت البلدية من موقع عدنا، لذلك أصدرت أمر وصدرت أمر إداري بإنهاء كل التنسيبات سواء كانت إلى البلدية أو من البلدية، ومنعت مراجعة كل المخولين وكل الممثلين للشرائح، إما أن يراجع المواطن بنفسه أو من يخوله بوكالة رسمية أو عن طريق محامي. زين. هذا من جهة. بالسابق كان تقديم قطع الأراضي يتم عن طريق الملفات الورقية، استحدثنا برنامج إلكتروني، فالمواطن المستحق لقطعة الأرض يقدم عن طريق نافذة إلكترونية. الآن يعني حسب معلوماتي قبل يومين أكثر من 25,000 متقدم اتقدم للحصول على قطع أراضي. بالتالي ملفنا الجديد أو ملف إدارة ملفنا الجديد في العقارات، خلي أدور بالقديم قبل ما أبدأ بالجديد. أقول لك تعال تموز شعبة الأملاك متعرضة لحريق، مو أنتوا شكيتوا أنه أكو جهة متنفذة هي من قامت بيه، عرفتوا من هاي الجهة؟ مشاكل كثيرة وكبيرة جدا. خلي أوضح لك، الملف القديم فيه مشاكل كثيرة وكبيرة جدا، والآن مجالس تحقيقية مشكلة ولجان عندنا مشكلة، وملف القضاء ملف شائك، وعدة دعاوي موجودة الآن وتحقيق في هيئة النزاهة. اسأليني شنو الإجراءات اللي اتخذتها، شكلت أنا أريد أعرف شو اكتشفتوا على مود أعرف شان حليته. أنا إذا ما أعرف شو اكتشفتوا صعب أبحث عن الحلول. دخل أقول لك أولا فتحت نافذة إلكترونية للتقديم الإلكتروني بعد ما عدنا تقديم يدوي. هذا أولا حتى نحد من عملية التلاعب. إثنيا إلى الآن طبعا إحنا ما موزعين ولا قطعة أرض من استلمنا اليوم. السؤال ليش؟ لأنه عندي تركة ثقيلة أكثر من 24,000 قطعة ست سحر إلى هذه اللحظة مجرد إلهم قطع على الورق، يعني ما موجودة لهال 24,000 واقع على الأرض، لا مفروزة ولا مملكة إلى البلدية ولا بها تصاميم قطاعية. لذلك الآن عندي لجان جاي تشتغل من أجل استملاك الأرض وانتفاء الصفة الزراعية، حتى هاي الناس المساكين 24,000 شنو ذنبهم معلقين؟ فجاي يصير علي ضغط على أنه افتح قطع أراضي جديدة. قلت لهم أنا ما أريد أن أرهق البلدية بدفعة جديدة من الآلاف اللي عندي الآن متقدمة. زين. وبالتالي أضيف قضية التلاعب بالأراضي مال الرعاية الاجتماعية انتهت، برنامج معاني ما بقى لي دقيقتين.
وبعد عندي لا تزال لا تزال مفتوحة. عندنا عشرات الدعاوي وعشرات اللجان التحقيق في هذا المجال، قسم أحيلوا إلى القضاء وقسم منهم انحكموا وقسم قيد التحقيق. بس سؤال، هي التلاعب يعني يصير بالعقارات التابعة للدولة لعقارات النظام السابق؟ المشكلة السحار، المشاكل اللي صارت واللجان التحقيقية اللي أجريناها شكلناها والناس اللي أحلناها للقضاء، يعني ينطون محضر لمجموعة معينة. نعم. بالتالي ذولا لما يدزوا لهم كتب للتسجيل العقاري حتى يتملكون يلقون محضر آخر مسجل بأسماء غيرهم، فبالتالي تضطر البلدية إلى أن تستبدل إلى مقاطعة أخرى. يعني هسه أي شيء يخص العقارات وموضوع الحرق اللي صار بشعبة الأملاك وغيرها كلها منظورة أمام القضاء، أنتم ما عندكم نتائج عن ما حدث وعن التزوير وعن التلاعب وعن 42 قطعة، ما عندكم أي نتيجة. الكل مات أمام القضاء وإحنا ما أمامنا خيار في السحر إلا أن القضاء يبت في هذه الدعاوي وليكون المدان كائن من كان. سيد إبراهيم أو سيد مرتضى عفوا، إلى الآن لم تثبت لدي كتلة سياسية أو جهة سياسية وراء الحرق. بالمناسبة لجنة التحقيق تقول أن الحرق كان نتيجة تماس كهربائي. هذه النتائج التحقيقية؟ اي نعم. لكن انتم كنتوا حديثكم مختلف، انتم متيقنين انه اكو جهه سياسيه او جهه متنفذه هي من قامت بهذه العمليه. انتم متيقنين، انتم مو انتم، من اقول انتم اقصد حضرتك، انتم لكن كل محيطكم عدوا امام ابناء محافظه ذي قار. نعم سي السحر، عفوا انا ما بقى لي بعد من الوقت ولازم اذهب لملف المشاريع، بس أأكد انه الحريق كان بفعل فاعل، هذه التصريحات اللي وردتنا من قبلكم بوقتها. يعني كنا نعتقد واني صرحت قلت لا يمكن ان يكون هذا الحريق الا بفعل فاعل، انا اللي صرحت. طيب. ولكن مجريات التحقيق اللي وصلت انه بتماس كهربائي. يعني للأسف كانت حابة أخوض حضرتك بالمشاريع بداخل المحافظة وآلية تنفيذها وخاصة الاستثمارية منها وعملية إحالها، لأن أيضا أكو حديث عن جنابك أنه تحيلها لشركة دون أخرى أو لامتيازات لشركة لا تمتلك الخبرة. لكن للأسف لازم أختم، وقت البرنامج انتهى مع جنابك الكريم. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد مرتضى عبود الإبراهيمي محافظ ذي قار، شكرا جزيلا، أقدر حضورك. مشاهدينا ألتقيكم على الخير، مع السلامة.